السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله الأخوان وبياكم. اليوم إن شاء الله بإذن الله نحن نستكمل سلسلة دروس كومتيا A بلس سيرتيفايد بروفيشنال 800 220 801 220 802. نبدأ على بركة الله. نحن أمس ونحن نتكلم انتهينا من موضوع المادر بورد، يعني بالفيديو الأولاني، وانتهينا من موضوع الاكسبانشن سلوت اللي هو عبارة عن شقوق التوسعة. واليوم ان شاء الله نحن بنتكلم على الميموري وبنتكلم على السي بي يو، تمام؟ يعني بنتكلم على رام وروم وبنتكلم على سي بي يو وفيرموير ان شاء الله بإذن الله. نبدأ على بركة الله. ميموري تيبس، عندك مجموعة من الشركات او مجموعة من البراند اللي بتصدر ذاكرة. عندك الكينغستون، كينغ ماكس، دون افضل تقريبا، يعني افضل شركتين. المادر بورد او عفوا الرام تتكون من قطعة واحدة، ونحن متفقين ان الكمبيوتر عبارة عن متوالية هندسية وليس بمتوالية عددية. اقل قطعة من الرام as one piece هي عبارة عن 2 ميجا بايت، وأكبر قطعة رام هي عبارة عن 8 جيجا بايت، واللي هي بتساوي عبارة عن 8000 ميجا بايت، تمام؟ طيب، والرام تجي بالشكل التالي، تجي عبارة عن متوالية هندسية. هل عمرك شفت رام ككتلة واحدة منها 3 جيجا؟ هل عمرك شفت رام كتلة واحدة منها 5 جيجا او 7 جيجا؟ ما ينفعش. طب السؤال يطرح نفسه، انا لو محتاج 3 جيجا من اصل الرام ايش بعمل؟ بقول لك بتشل قطعة واحدة 2 جيجا رام وقطعة واحدة 1 جيجا رام، ده الحل، تمام؟ طيب شباب، كميموري تيبس عندك هنا السكرونيزيشن، ويقصد فيه عبارة عن الوقت المزامنة او التزامن. وعندك هنا الفولتيتي اللي هو عبارة عن وقت التطاير، وهنا عبارة عن السبيد. كلام جميل. كسينكرونايزيشن او مقصود بالمزامنة او التزامن هو عبارة عن الوقت التي بتحصل فيها الرام على انعاش. نحن عارفين انه في رامات تحتاج الى عملية انعاش او ما تسمى بالريفريش ريت كل فيو ملي سكند، كل ملي سكند، كل ثواني، كل اجزاء من الثانية حقيقة. والمقصود هنا بعملية الانعاش هي عملية التزويد او الحصول على طاقة، على باور، على كهرباء، لان نحن عارفين الرام انه بتخسر بياناته اثناء انقطاع التيار الكهربائي. فإذا ما حصلتش الرام على عملية انعاش فمن الطبيعي جدا ان بتفقد بيانات، وهذا ما يسمى بالسكرونيزيشن. اجين كتعريف، السكرونيزيشن هو الوقت الذي بتحصل فيه الرام على عملية انعاش او ما يسمى بالريفريش ريت. فولتيتي وهو رقم 2 اللي هو عبارة عن وقت التطاير، والمقصود هنا حقيقة بوقت التطاير هو وقت فقدان البيانات او وقت فقدان المعلومات. بمعنى انه الرام لو ما حصلتش على انعاش او على كهرباء او طاقة او كمصطلح علمي سيكرونيزيشن فبيحصل الفولتيتي، يعني انه بتفقد بياناته، تمام؟ اذا بيحصل الفولتيتي اذا ما حصلش الامر الاولي، اذا ما حصلتش عملية السينكرونايزيشن في دي الحالة الفولتيتي بيكون موجود، ولكن اذا حصلت السينكرونايزيشن الفولتيتي بيكون ايش؟ مش موجود، تمام؟ وخلي بالك انه السينكرونايزيشن ده هو الوقت اللي بتنتقل فيه الداتا. سبيد معروف وعادة يقدر بالميجا او بالجيجا هيرتز، وهو عبارة عن السرعة. وهنا بقول لك على شيء، انت اعرف كيف تصرف فلوسك اثناء اختيار القطع. انت لما بتروح تشتري رام، احنا عارفين الانسان بطبيعته طماع،
يعني ربنا خلق الإنسان طماع مشبعش، فلما بتنزل على السوق بتشتري رام، إذا إيش مقومات الرام اللي أنا بشتريها؟ شوف يا سيدي، كمقومات الرام أنت بتركز على السايز، وخلي بالك لما بتركز على الحجم ما ينفعش تشتري لي رام 8 جيجا وعندك النظام متنسب متستب او منصب 32 بيت لانه ما بيشوفش غير 4 جيجا، فتنتبه للامور دي. والشيء الثاني عبارة عن السبيد، وهو امر مهم. مثال، انا بعطي لك مثال هنا، اذا كانت سرعة المعالج على سبيل المثال 1000 ميجا هرتز فور اكزامبل، وإذا كانت الرام بتشتغل بسرعة 1300 ميجا هرتز، فأيهما بيشتغل؟ أنت عندك سرعة الرام أكبر من سرعة المعالج، فبتكون 300 اللي زايد الرام على سرعة المعالج هباء منثورا، يعني الرام بتشتغل بالسرعة اللي هي كومباتيبل أو اللي هي متوافقة مع المعالج، واللي هي عبارة عن 1000 ميجا هرتز فقط. تمام؟ فما تدفعش فلوس وانت مش مستفيد من شيء. نيجي اللي بعد، عندك الميموري باكجينج، وهنا يقصد بالباكجينج اللي هي عبارة عن عوامل التحزيم او عوامل التصنيع. معناته الكلام ده انه جميع الشركات متفقة انه لما بتصنع رام تصنعه بأحد الأشكال الثلاثة التالية او الأربعة التالية. شفت الفكرة كيف؟ أول نوع ما يسمى بالدي اي بي، وهو اختصار لكلمة دول اللاين بن، يعني صفين من الأسنان، وده النوع من الرامات كان متواجد زمان، إضافة إلى النوع ده من الرامات متواجد مع أجهزة الموبايل والسمارت فون. النوع الثاني سيم، وهو عبارة عن سنجل اللاين ميموري موديول، ونتكلم عليه. والنوع الثالث عبارة عن ديم، يعني دوال انلاين ميموري موديول، وبعدين بدأت سلسلة دي دي ار 1 دي دي ار 2 دي دي ار 3 ووقفنا لهنا. كسيم اختصار لكلمة سنجل انلاين ميموري موديول، نحن لو رسمنا الرام ايش تتكون؟ لو حاولنا نحلل الرام، الرام دي تتكون لي من بوردة، وهي عبارة عن القطعة المستطيلة اللي يكون لونها عادة بالبني او الزيتوني. دي مش رام، دي بوردة، دي لوحة تنقل داتا شغلة بس، لكن الرام هي عبارة عن القطع الشيبسيت السوداء اللي تكون ملحمة فوق البوردة دي، هذه عبارة عن الرام. شفت يا سيدي؟ كده إذن دي الرام، دي الرامات. إذن كم عندي رامات أنا هنا؟ عندي 8 رامات. تمام؟ كده يقصد بالسين سنجل انلاين ميموري موديول انه في رامات لو لفت عليها من الجهة الاولى فهي بتحتوي على الشيبسيت دي، ولو لفيتها من الخلف فما فيش اي شيبسيت، وهذا ما هو مقصود بالسنجل انلاين ميموري موديول. كديم كدول انلاين ميموري موديول هي الرام اللي تحتوي على شيبسيت من الجهتين، من الامام ومن الخلف. تمام؟ عندك هنا ايوه دي صورة توضيحية بتوضح لنا الشكل. سيم اللي هي تحتوي على ذي الجهة، دي الرامات، شفت؟ دي كلها رامات، دي الرامات فقط، لكن دي مش رامات. عندك ده موصل هنا ودي عبارة عن بوردة، بس لو اجيت لفيت وشفت من الخلف فهي بتكون صافية ما عندهاش اي حاجة. كديم فهي تحتوي على الجهتين على قطع رام. شفت الفكرة كيف؟ كده أول نوع، نحن عارفين إنه الرام اختصر لكلمة Random Access Memory، نوع من أنواع الأتاك أو الهجوم أو القرصنة على الرامات. نحن عارفين إنه كلمات السر عادة بتخزن في الرام، فعندهم محاليل خاصة تسوي بعملية Freezing، يعني مسوي عملية ايش؟ تجميد للرام، فبيجمد بالرام بينشفها وبيروح بيحطها في جهاز تاني،
فبتنتقل جميع كلمات المرور إلى الجهاز ده. شفت الفكرة كيف؟ ده نوع من أنواع الأتاك. ممكن تبحث تكتب رام أتاك على الجوجل وبيعطيك معلومات يعني مور انفو. ده نوع الدي اي بي عندك. فده الاين بين المقصود فيه انه يحتوي على صفين من الاسنان، ده الصف الاول وده الصف الثاني. وهذا النوع من الرامات عاده متواجد في اجهزه الموبايل والسمارت فون واجهزه التابلت. النوع الثاني ما يسمى بالسنجل اللاين ميموري موديول، وهو عباره عن 30 سن و 72 سن، تمام؟ بس كلامه بينقل بيانات 32 بت، يعني ما فيش، مش سبورتد على 64 بت. ده النوع من الرامات. عندك الديم 32 بن وبينقل 32 بت، و168 بن وبينقل لي 64 بت، تمام. نيجي للميموري تايبس، وهنا نحن بنتكلم على انواع الدواكر. انتهينا من موضوع الباكجينج. اسرام عبارة عن الستاتيك رام، وكانت زمان او سابقا تستخدم ككاش ميموري. دي رام اختصار لكلمة دايناميك رام. وعندك في رام، فيديو رام، و اس دي رام، دي دي ار 1، دي دي ار 2، و دي دي ار 3. طيب ستاتيك رام ده زمان كان بيستخدم ككاش ميموري. ايش هو الكاش؟ وهو السؤال اللي بيطرح نفسه. الكاش هو يحتوي على البيانات الاكثر استخدام ما بين المعالج والرام. ده شغل الكاش. مثال زي ايش؟ زي الكت، الكوبي، البيست، تمام؟ كمان شيء، انت لو فتحت اول مره تفتح فيها الكمبيوتر اشتغل، شغلت على سبيل المثال برنامج الوورد، بيكون شغله بطيء عشان يعمل ستارت اب، بس في المرة الثانية لما تفتحه بيكون سريع جدا. ليش؟ لانه تكيش، تم استدعائه من الكاش. شفت الفكرة كيف؟ معناته الكلام ده انه موقعه ما بين السي بي يو، ده سي بي يو دي رام، فالكاش موقعه هنا، ويبقى تحتوي على البيانات الاكثر استخدام ما بين المعالج وما بين من؟ الرام، تمام؟ فعشان كده تكون بيانات تنتقل بشكل اسرع. دي رام ده نوع من انواع اللي هو عباره عن الديناميك رام، وهذا النوع اللي يحتاج الى عمليه انعاش او ريفرش ريت كل فيو ملي سكند. في رام يعني عباره عن الفيديو رام، وهذا النوع يستخدم مع الجرافيك وبالاخص بالاخص بالاخص كروت الشاشه. اس دي رام معك 168 بن سي ام دي، دي دي ار 1، دي دي ار 2، دي دي ار 3. كدي دي ار 1 اللي هو اختصار لكلمه دول داتا ريت، يعني بينقل البيانات بشكل مضاعف من الجهتين، فبيحتوي على 184 دبوس. كدي دي ار 2 ودي دي ار 3 فهو بينقل لي 200 او يحتوي على 240 دبوس. السؤال يطرح نفسه، انا كيف بميز ما بين الدي دي ار 1 ودي دي ار 2؟ بتقول لي دي دي ار 1 بتحتوي على 184 دبوس، بس دي دي ار 2 بتحتوي على 240 دبوس. بقول لك صح، بس انا لو جبت لك رامتين الان، واحده دي دي ار 1 دي دي ار 2، قلت لك طلع لي مين بيناتهم، يعني معناته الكلام ده انك بتقيس تعبدني البن، صح؟ يعني مش منطق، مش منطق. فانت بتميزها عن طريق الكيد او الفتحات. عندك دي رام دي دي ار 2 240 دبوس، دي 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 ار 1 184 دبوس. فبتشوف هنا في الدي دي ار 1 في عندك سنه ناقصه في الجزء ده، شفت في ده المكان، شفت المؤشر فين؟ يعني هنا، عشان ارسم لك بس تبان واضح، في سنه مفقوده. بس بالدي دي ار 2 كله مكتمل، تمام. طب نشوف الفرق ما بين دي دي ار 2 ودي دي ار 3. ما كلاهما يحتوي على 240 سن او دبوس او بن، بس لكن الدي دي ار 2 الفتحه حقها ناحيه اليمين، والدي دي ار 3 فتحه حقها ناحيه ايش؟ اليسار. ده الفرق بينهم.
طب ليش ما تعرف ما يعملوش الكيد دي في الوسط او علامه التعليم دي في الوسط؟ لسبب واحد، لان لو كانت الفتحه دي في الوسط فمعنى الرام ان تقبل لعمليه التركيب الخاطئ، يعني ممكن تركبها بالجهتين اما كده او كده، يعني ممكن تلتف، فهم يطرحوها بطرف حتى تركب في جهه واحده ما تركبش في جهه تانيه. وزي ما قلت لها خلي في بالك قاعده، انت لما بتشغل ترابل شوتينج فما فيش حاجه في الكمبيوتر تركب غلط، دي كنقطه. والنقطه الثانيه خليه خشن وخليك رقيق، يعني لما بتركب شيء خليك شويه بس ما تزورش اكتر اذا ما ركبتش، لانك انت غلطان ولازم توقف، ده القصد. ميموري سيلكشن تيب عندك هنا، عشان تشتري ذاكره او ميموري لازم تنتبه للسايز، اتفقنا عليه، ولازم تنتبه للسبيد، واهم شيء اللي هو عباره عن السيستم بورد كونفيجريشن. ايوه، والمقصود هنا بالسيستم بورد كونفيجريشن انه نوع الرام عندك، هل هي سيم او هل هي ديم، وهل هي دي دي ار 1 او دي دي ار 2، تمام كده. يعني عمليه اضافه الرام للسيستم، انت لما بتركب الرام في السيستم، لما بتنزع الرام وبتركب الرام انت تلعب بطرفين، يعني صبعين من يداتك هنا وصبعين من يداتك هنا، ما تلعبش في كل اليد، تمام. عندك اللوك هنا ذا الابيض، فالرام هي مصممة بالشكل التالي، تجيب الشكل ده بس نرسم. فعبارة عن اللوك ده اللي في اللون الابيض، او ممكن تسميه لاتشز، ده بيرتد لحاله، ده انت ما بترقعوش. البعض بيروح بيتراجع بيرقعه بيسوي له عملية عنف. فدي الرام، انت الرام لما بتركبه هي بتسوي عملية كبس للزوائد دون، يعني انت بتضغط من هنا دون صباعك، تمام. فاللوك ده ما هو بيرتد تلقائيا وبيطبق في الرام، ما فيش انت مانولي تاخده وترجعه، شفت كيف؟ دي مسألة تركيب الرام. طبعا حتى لكن قد اغفلت، منفذ الرام يسمى بالبنك، اسم منفذ الرام اسمه بنك، مش سلوت او سوكت، لا تمام. في بعض المرايع تسميه كمان سلوت او سوكت. يعني عندك الروم، وهو كما هو واضح من اسمه عبارة عن ريد اونلي ميموري، يعني ذاكرة للقراءة فقط. بس في انواع من الروم تقبل عملية القراءة والكتابة، اما بالاشعة تحت البنفسجية او على حسب محدود من المرات بواسطة برامج، او تقبل واصل. مثال الفلاش ديسك هو احد نوع من انواع الروم. السؤال يطرح نفسه، ما هو انا اكتب في الفلاش ديسك واقرا 1000 مليون مره، ليش؟ ده نوع من الرومات، نشوف عليه نشوفه بعدين. البايوس ده نوع من انواع الروم، لانه انت تقدر تعمل عمليه تحديث او ابجريد او ترقيه للروم، شفت القصه كيف؟ نقلب. عندك الروم، اول نوع ما يسمى بالبروجرامي بالروم، يعني الروم القابله لعمليه البرمجه، ولكن على حسب او على حسب محدودية او على حسب الشركة المصنعة، وبدأ ما يسمى بالفورم فاكتورز، يعني مرة واحدة فقط، قد تكون مرتين، قد تكون ثلاث، مش مقياس او معيار، على حسب ما يتم تصنيع الروم. بروجرامي بالروم يعني روم قابلة لعملية القراءة، تمام. النوع الثاني ما يسمى بالاي بي روم، ريليس بالروم، بروجرامي بالروم، ده النوع قابل لعملية الكتابة بالأشعة تحت البنفسجية، ونفس الكلام بيعتمد على ضبط المصنع، يعني على عدد محدودية المصنع الشركة المصنعة له، ممكن 5 أو 6 مرات إلخ. أيوة شفت هنا إلكترونيكال ريليسبل بروجرام روم، وهذا ضرب لك منه مثال فلاش روم زيوز الفلاش ديسك، تمام.
بالنوع من الرومات تحصل له عملية مسح للداتا عن طريق تسليط فولتية عالية من الكهرباء، فهو بيسوي عملية فقدان للداتا. تمام، عشان تمسح داتا فيه لازم تسلط عليه فولتية عالية. شفت الفكرة كيف؟ وهو يشتغل في المبدأ ده. فيرموير، ايش هو الفيرموير؟ الفيرموير هو عبارة عن اي نظام تشغيل موجود او محمل او منصب او مستتب في داخل رقاقة او تشيبسيت. مثال عليها هنا عندك الفلاش روم. وهنا مقصود بالفلاش روم اللي هو عبارة عن البايوس، مش البايوس عبارة عن تشيبسيت، والتشيبسيت دي جاي معاها نظام تشغيل ده نوع من انواع الروم. وبما انه نازل على التشيبسيت دي فيرموير، فهي روم ولكن محمل عليها نظام. كمان، هل عمرك شفت ساعة انالوج ترن؟ انت قادر تضبط الساعة الانالوج اللي عليها عقرب يمشي ويلف ويدور عشان ترن؟ لا، ما ينفعش. ليش؟ لانه ما عندهاش بوردة فيه بتشتغل عمل ديناميكي. تمام؟ بس الساعة الديجيتال لو ضبطتها ترن ولا ما ترنش؟ طبيعي ترن. ليش؟ لانه متواجد في نظام تشغيل محمل في داخل تشيبسيت، وهو النظام اللي بيقيس بيحسب لك التايمرز، الوقت والساعات والايام والتاريخ، وبيعمل سيف وتذكار. شفت الفكرة؟ كمان الكوبير، انت لما تروح لصاحب المكتبة وتقول له اعمل لي عدد نسخ مثلا 2 كوبيز او مش عارف كم، فهو يعمل لك كوبي، بس انت تشوفه يلعب في الشاشة عنده، يحط لك ارقام ومش عارف ايش، ويعني يعمل شغلات. فهو بيتعامل مع نظام، والنظام ده فين مستتب؟ مش على كمبيوتر، لا، ده مستتب على تشيبسيت او على روم، والروم دي ملحمة على المادر بورد، على البوردة يعني. تمام؟ سي بي يو، طيب كنترول بروسيسنج يونت، بعض المراجع بتسميه بالكنترول، بعض المراجع تسميه بالسنترال، فكلا الكلمتين نفس بعض ما فيش مشكلة. فهو عبارة عن عقل الكمبيوتر، ويؤدي من مهامه أو 90% من المهام اللي بيعملها هي عبارة عن عمليات رياضية. عندك 3 شركات بارزة في عملية صناعة المعالجات. عندك شركة انتل، وانشقت منها شركة AMD، وعندك شركة سايركس. عندك 3 شركات. بشركة سايركس، مش سايتركس، في سايتركس بتعمل نتوركينج سولوشنز وفي سايركس. شركة سايركس خلينا اقول لك لم يكتب لها النجاح، ما نجحتش، والان الصراع محصور على شركتين، هو انتل و ام دي، يعني اكبر مدينتين بالعالم. هم عبارة عن نيويورك وطوكيو. فلو اقول لك فتحت المعالج ده فبيطلع اكبر من مدينة نيويورك، ولما نقول نيويورك عبارة عن اكبر مدينة. تمام؟ بنشوف ليش. وصناعة تقنية المعالجات نتيجة لتعقيده فهي محصورة على شركتين، هي انتل واي ام دي، وكلا الشركتين امريكية. تمام؟ عندك الثلاث شركات على سبيل المثال، انتل دي المعالجات القديمة 86 و 88. تمام؟ اضافة الى عندك معالجات بونتيوم، بونتيوم ام اكس، بونتيوم برو، بونتيوم 2، بونتيوم 4، وسيلرون، وزيون. زيون ده مقدم للسيرفرات الدول كور الخ. عندك اي ام دي، كي 5، كي 6، دوريون، اتلون، اوبترون كمان الخ. عندك معالجات اللي هو عبارة عن سيركس اللي هو ميديا جي اكس، اضافة الى ام 2 بروسيسور. تمام؟ ولكن الشركة لم يكتب لها النجاح. انت عشان تشوف البروسيسور حقك او اللي عندك في الكمبيوتر ايش نوعه،
انت لازم تطبق الخطوات التالية. تروح على جهاز الكمبيوتر وبعدين بروبرتيز بعدين سيستم بروبرتيز عشان يطلع الشكل ده جلوبال. تمام؟ فهنا ده بويندوز اكس بي. تمام؟ فهنا انت تقدر تشوف اصدار نظام التشغيل لانه مقسوم الى ثلاث جهات اللي هو عبارة عن السيستم. وهنا مكتوب ريجستر 2 يعني مسجل تبع ايش من شخص، والسيريال نمبر والسمارت بوينت، وهنا بتلاقي الكمبيوتر وهذا نوع المعالج انتل بونتيوم ار دوان. اوكي، فعندك تي 2310 ده الاصدار، لكن السرعة 1.46 جيجا هرتز، وهنا عبارة عن الرام. اوكي طيب، دي عبارة عن يعني السوكت والسلوت والبروسيسر. عندك مثلا سوكت 4 سوكت 5 ودي الاشياء تؤخذ بالخبرة. عندك سلوت AMD مثلا 370 اللي هو عبارة عن بونتيوم 3، 400 وفوق اللي هو عبارة عن البونتيوم 4، دي اشياء تؤخذ بالخبرة. يعني 700 وشوية هذا عبارة عن ال LGA سوكت، يعني سوكت T كمان. تمام، دي تؤخذ بالخبرة، مش متداولة كثيرا كمان في منهج الامتحان، دي انت تلف عليها وتشوفها تمر عليها يعني. فعندك هنا الجدول الثاني يبين مجموعة من البروسيسر اللي بتصنعها شركة انتل او اي ام دي. تمام، عندك هنا السيلرون فهو مقدم للبيزك كمبيوتر عشان الايميل والهوم كمبيوتر يعني استخدام خفيف. عندك سيلرون ام اللي هو عشان ام يعني موبايل فهو مخصص عشان كده مقدم لللابتوب والنوت بوك. وهنا دي فنفس الكلام، فخلي بالك زمان كانت انتل بتصنع معالجات خاصة لللابتوب ومعالجات خاصة بالبي سي، لكن حاليا الوضع تغير، فهو نفس المعالج اللي بيصنع لللابتوب هو نفسه في البي سي، ما فيش فروقات بيناتهم. تمام، بونتيوم 4 ده كان عامل لنا طفرة في ايامه عشان الديجيتال، اذا بتلاحظ الايمج بروسيسنج والاوفيس والجيمنج والمالتي ميديا وشغلات زي كده. بونتيوم ام هاي بيرفورمانس لابتوب كمبيوتر. تمام، اضافة الى بونتيوم دي، اضافة الى دول كور دي، وكان يقصد في بو عبارة الدول وبعدين اصبح دول كور سولو كور تو دو. تمام، هذا هو عندك، انت بس تقري الوصف هنا، هاي بيرفورمانس للديسكتوب والموبايل كمبيوتر. اذا بتلاحظ زيون هذا مقسم للبزنس ابلكيشن اللي هو عبارة عن الابلكيشن سيرفر، ايميل سيرفر، حاجات زي ايميل سيرفيسز، انترنت سيرفيسز او سيرفرز. سيمبيون افريدي كمبيوتر، الكمبيوتر العادي. اتلون 64، اتلون 64 في 2 اللي هو عبارة عن الدول كور من شركة انتل. عندك كمان التوريون والاتلون، جمعات معالجات. وعادة سرعة المعالج تقدر بالميجا او بالجيجا هرتز. تمام، وهنا عندك مجموعة من الاكزامبلز او مجموعة من الامثلة المقدمة لسرعة ايش المعالج. بروسيسر فورم فاكتورز، عوامل تصنيع المعالج. اول شيء فعندك الدي اي بي يعني دول انلاين بن او باكج، فهو تم تعليمه بالشكل ده. عندك البي جي اي اللي هو اختصار لكلمة بن جريد اري، يعني عبارة عن مصفوفة من الاسنان، والاسنان دي في متواجدة على ظهر المعالج. سك اللي هو عبارة عن سنجل ايدج كونتاكت كارد او كاتريدج عفوا، فهو ده النوع من المعالجات اجى مع بونتيوم 2 والجيل الاول من بونتيوم 3. عندك ال جي اي اختل كلمة لاين جريد اري او ما يسمى بالسوكت تي. تمام، فهذا عبارة عن الاسنان دي ملحمة على المادر بورد نفسها، وهنا عبارة عن مجرد موصلات فقط لا اكثر ولا اقل. دي عبارة عن الفور فاكتورز. مودرن بروسيسر، ايش الفيتشرز اللي جابه بالمودرن بروسيسر؟ عندك الهايبر تريدنج اضافة الى الملتي كور والتروتلينج والام ام اكس. هنا بنتعرف كل واحدة فيهم
ايش بتشتغل وايش تعمل. هايبر تريدينج دي التقنية هي اللي سمحت لك انك تعمل وتصنع فيرجوال بروسيسر في داخل البروسيسر العادي. وحقيقة موضوع الفيرجوال بروسيسر كان جاي مع البونتيوم 4، ما كانش اسمه دول كور او كور 2 او اي 3 او اي 5 او اي 7 او الى، كانوا كاتبين عليه اتش تي يعني هايبر تريدينج، بالشرط انه الاوبرتنج سيستم يكون سبورت على الاس ام بي سيمتريك ملتي بروسيسر. تمام كده نشوف كيف بتشتغل الهايبر تريدينج. عندك لما كان سنجل سي بي يو زمان، اذا بتلاحظ هنا عندك العمليه واحد والعمليه اثنين، هنا وضع الخمول اللي موجود فيه السي بي يو. العمليه واحد انه كان بيسوي عمليه معالجه وبيدخل في وضعيه خمول وبيبدا يعالج وبيدخل في خمول وبيعالج وبيدخل في خمول، ففي خمول كتير كان للمعالج. فعشان يسرعوا الكلام ده فراحوا جابوا لك تو فيزيكال بروسيسر، اثنين بروسيسر حقيقيين، وحطوهم على المادر بورد. لما يكون الاول يدخل في وضعيه اخمال او خمول الثاني يشتغل، لما بيخمل الثاني الثالث بيشتغل، فكده قللوا من وضع الخمول. فقط الهايبر تريدينج راحوا عملوا وان فيزيكال بروسيسر وداخلته تو فيرجوال بروسيسر. خلي بالك العالم كله حاليا بيتكلم بالافتراضي والشغل كله على الافتراضي، تمام؟ فالفيرجواليزيشن تكنولوجي دي مسببات ثوره غير طبيعيه في العالم هي والكلاود كومبيوتينج. فراحوا جمعوا اثنين معالجات فيرجوال في كونتينر واحد او في حاويه واحد از فيزيكال سيرف از فيزيكال سي بي يو، حتى تسوي عمليه او معالجه او عمل تو فيزيكال بروسيسر. فبدي الحالة قللوا من عملية الخمول بأقل تكلفة. تمام؟ ملتي كور اللي هو عبارة عن أكثر من نواة في معالج واحد. دول كور يحتوي على 2 كور، أما الكواد يحتوي على 4 كور. تروتلينج هذا النوع من التقنية نوع ذكي جدا، دي عبارة عن ميزة. فهو بياخد أو بيسوي لك عملية استهلاك خفيف أو بطيء للطاقة. زمان انت كنت لما تفصل الكهرباء على اللابتوب مثلا وتشغل موفي او ميوزك، فكان بيقول لك البطارية شغالها ساعتين، تطفي الميوزك يقول لك شغالها ساعتين، يعني تشغل ما تشغلش هو نفسه. كتروت لينك لا، حاليا الان بكل الاجهزة اللي بتدعم دول كور واللي سبورت على النيو فيتشرز اللي جاية مع المعالجات الجديدة زي الاي 3 والاي 5 والاي 7 من الدول كور والكور تو دو والاي 3 والاي 5 والاي 7 الفيرست والسكند والثيرد جنريشن، فهم سبورت على التروتلينج. فعشان كده زمان كانوا بيصنعوا معالجات لللابتوب ومعالجات للديسكتوب، لكن حاليا لا كله نفس بعض. فالاي 3 اللي في اللابتوب هو نفس الاي 3 اللي في الديسكتوب، ما فيش فرق. تمام؟ وكمان الاي 5 وال 7. فالتروتلينج انت على سبيل المثال لو عملت ميوزك فبيقول لك شغال فور اكزامبل ساعتين، ولو طفيت الميوزك بيقول لك 4 ساعات. فعنده نوع من الذكاء، فبيعرف متى بياخذ المعالج طاقة أكثر وبيستهلك أكثر ريسورسز، ومتى بيستهلك ريسورسز أقل، وعلى ضوء ده بيقيم لك اللايف حق البطارية. يعني كـ MMX ده عبارة عن مايكرو بروجرام أو مايكرو كود، عبارة عن شفرة برمجية أو مايكرو بروجرام تم وضعها في داخل المعالجات نفسه. لانه نحن متفقين انه كل كرت شاشه يحتوي على جي بي يو، يعني جرافيك بروسيسور يونت، وحده معالجه خاصه بالجرافيك. تمام؟ فهو عشان ما يشغلش المعالج نفسه، فالمعالج بيعرف انه الداتا دي من فين جايه، هل هي جايه من كرت شاشه وتبع من، وكيف بيتم عمليه تحويله عن طريق الام ام اكس. New Intel CPU chip types عندك هنا الانتل دول كور، تمام؟ فالنانو تكنولوجي هي اللي سمحت لهم انه يسووا
2 بروسيسر وثلاثة وأربعة بروسيسر وحتى 8 بروسيسر في نواة واحدة. ليه زمان ما كانوش قادرين؟ لا كانوا قادرين زمان، بس ما كانتش تقنية النانو تكنولوجي متوصلة للعلم أو بالشكل ده اللي يسمح لهم يسووا عملية الدمج. فحاليا تقنية النانو سمحت لهم يسووا عملية الدمج، تمام؟ وهذا تفسير نحن لما قلنا إن المعالج لو فتحناه أكبر من مدينة نيويورك. فشوف عندك معالج دول كور فيحتوي على 291 مليون ترانزستور، وشوف كم فولتية بيحتاج، 3.3، قليل جدا. شفت الفكرة كيف؟ طبعا من ضمن مقومات شراء المعالج انه انت لازم تنتبه على الكاش، يعني فتشوف كم بكيش المعالج. عندك في معالجات خاصة ما تسمى بالاكستريم فيرجنز، اصدارات الاكستريم، فهي مصممة عشان الناس اللي بيشتغلوا جيمينج وجرافيكس واوتوكاد ومعمار وشغلات زي كده. عندك هنا انتل جي بي يو تايب، عندك الاتوم فهو مصمم للنوت بوك، مصمم لمعالجات اربع ابلكيشنز كماكسيمم، وبعد كده بيبدا يعالج بس بشكل بطيء. كورتو اكستريم عشان الجيم والجرافيك، كورتو عشان كورتو لو عبارة عشان اللابتوب والمالتي ميديا، اي 7 فور جيمنج بس اكستريم، لكن i3 i5 r7 عشان اللابتوب والديسكتوب. ومن هنا بدأوا يصنعوا معالجات واحدة لللابتوب والديسكتوب. كواد اللي هو يحتوي على 4 كور، وهذا النوع اللي هو كورت كواد كان واقي مع الكورت دو، ما كانش في 4 كور غير الكواد، كان الدو عبارة عن نواتين تنطق دو وليس ديو. ديو معناته ندى، يعني دي اي دبليو، شفت لما يقول لك في الدعاية ماوتن ديو يعني ندى القبل، لكن دي تنطق دو. عشان تفرق ما بين الفيرست والسكند جنريشن بالنسبة للمعالجات، هذا عبارة عندك عن فيرست جنريشن اي 3 ده سكند جنريشن، اي 5 فيرست جنريشن سكند جنريشن، اضافة اي 7 سكند جنريشن. بروسيسر كيف بتسوي له عملية كونكشنز؟ عندك السلوت اللي هو عبارة عن الزف او البي جي اي او عن طريق السك اللي هو الشكل ده. سي بي يو سيليكشن تيب، انت بتعتمد على سيستم بورد تايب، انواع المادر بورد او نوع المادر بورد، بتشوف هل هو سلوت او سوكت، النقطة اللي بعد، وبتشوف او بتستخدم اليوزر او بتستخدم المادر بورد جايد، يعني بتبدأ تقرأ في الدليل وتشوف في الدليل الخاص في لوحة المادر بورد اللي جاي معك كتاب. اذا عندك مش موجود فممكن تاخذ موديل المادر بورد وتطلع على جوجل وتبحث فيه وتشوف ايش من معالجات تحتاج. بعض الكونفيجريشن قد تحتاج تعملها عشان المعالج له عبارة عن الفولتج سيتنج، وهذه بتتم عن طريق ضبط الجامبر. ايش الجامبر؟ ان شاء الله لنا جلسة عليه ونتكلم فيه. CPU installations power requirement، معروف ان CPU بيكون موصل بالكهرباء وبيطلع عليه السينك، والمروحة دي بتطلع على كهرباء كمان. تستعد لعملية الريموف وعملية الانستول، بتسوي الهيت سينك اند فان، تمام؟ احنا الان حابة نتكلم في الجانب النظري، ان شاء الله بيكون في جانب عملي بنشوف مباشرة كيف بنسوي عملية فك لابتوب وعملية فك ديسكتوب. الكاش ميموري فقلنا هي عبارة عن نوع من انواع الرام، وكان زمان اسمها الاسرام يعني الستاتيك رام، وهي تحتوي على البيانات الاكثر استخدام ما بين المعالج والذاكرة. والكاش ميموري منها ثلاث ليفلز، انت ممكن تقول L1 او L2 او L3 او ليفل 1 وليفل 2 وليفل 3 او كاش 1 كاش 2 وكاش 3. بالنسبة للكاش 1 هي عبارة عن بلتين في داخل السي بي يو، يعني لما صنعوا الكاش 1 فكانت مدمجة في داخل المعالج، لكن التو من انترنال ومن اكسترنال، قد تكون داخل المعالج وقد تكون اون بورد، لكن الكاش 3 دي موجوده اون بورد ودي مخصصه فقط بالسيرفرات وبعض انظمه البي سي. دي الصوره هنا بتوضح لك شكل ال1، فده هي بتلاحظ طالعه من المعالج نفسه، وهنا عباره عن ال2 تمام.
تمام، ودي عبارة عن الرام. فإذا بتلاحظ موقع الكاش فين عشان تحتوي على البيانات الأكثر استخدام ما بين المعالج وما بين من الرام، تمام. طيب بنوقف هنا عند الباور كونكشن لأنه بنعمل عليه مراجعة لاحقة. إلى هنا كان معكم أخوكم ولا عصام. فنحن اليوم تكلمنا حول موضوع الميموري الرام، وتكلمنا على موضوع الروم، وتكلمنا على السي بي يو والمودرن سي بي يو جنريشن. إلى هنا كان معكم أخوكم ولا عصام، أشكركم على حسن الاستماع وطيب الله أوقاتكم، شكرا جزيلا.